أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، مالي مذنون، أنا مالي مذنون. يا مدحة مدحة، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، ويا محلاها الحرية، وسوريا نادت فيا، رب السما محييا، سوريا ردوها ليا، يا محلاها الحرية، سوريا يا محلاها الحرية. يلا يا الحرية، يلا يا محلاها الحرية، وطقوا موتوا بعصية، والأسد فقد الشرعية، راحت المحسوبية بثورتنا السلمية، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية. يا سيدي، يا سيدي، أنت قليل عليك أن تحكم العالم العربي، قليل عليك أن تحكم العالم، قليل عليك أن تحكم درب التبانة الكون، قليل عليك أن تحكم أنت الله. أنت الذي، أنت الذي حكمت هوانا، أنت الذي كنت معانا، أنت الذي، أنت الذي نورت سمانا. شكراً شكراً. نحن صلحنا بالابداء، بدانا بالاصباحات، صبحنا بال بالروح بالدم تفيد يا مسار، بالروح بالدم تفيد يا مسار، بالروح بالدم تفيد يا مسار. شكرا شكرا، استحق الثناء طبعا. لمن ينظر إلى سوريا في السنوات الماضية يعرف لماذا نحن تأخرنا بالإصلاحات، ولكن اليوم سنعلن عن الإصلاحات التالية. سنقوم بإنشاء أحزاب سياسية تعددية، فتح الإعلام والصحافة، إلقاء، يعني سنقوم بإلغاء عفوا وزارة الإعلام، بحيث لن يصبح هناك قيود على الإعلام، يعني حل الفروع الأمنية كافة والاعتماد فقط على المؤسسات الشرطة فقط من أجل حفظ الأمن طبعا. طبعا بالإضافة إلى إخراج جميع المعتقلين، وسنقوم بتبييض الصحون، عفوا تبييض السجون تماما، ومحاسبة جميع من ارتكب حتى ولو مخالفة بسيطة بحق الشعب الأعزل. يعني سنقوم بالبدء بمحاربة الفساد، وسنسأل الجميع من أين لك هذا، باستثناء طبعا ابن خالتي رامي مخلوف لأنه توجه للجمعيات الخيرية، ولكننا سنسأل الجميع من أين لك هذا. بالإضافة إلى ذلك سنقوم بفصل السلطات الثلاث تماما عن بعضها البعض، وإخراجها من يد رئيس الجمهورية الذي هو أنا، وسنقوم بكتابة دستور جديد للبلاد تكون فيه منطقة القانون فوق الجميع، يكون فيه القانون عفوا فوق الجميع. بالإضافة إلى ذلك سنقوم بوضع يعني دستور ديمقراطي مدني تعددي أخلاقي نازي، عفوا سادي، عادي، عادي مثل أي ديمقراطيات. وبالنهاية أنا رئيس الجمهورية السورية أعلن التنحي استجابة لمطالب شعبي. نعم، وأضع نفسي إلها على الشعب، أضع نفسي تحت سيطرة الشعب وتحت سيطرة القضاء السوري. وفي النهاية لا يسعني سوى أن أشكر نفسي لأنني أستحق الثناء على كل ما أقول، ويعني أنا جيد وأستحق تصفيق لو سمحتم. يا شبيح، ماذا تبقى من الشعب؟ يا شبيح، ماذا تبقى من الشعب؟ خلص 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 سيدي. خلصوا؟ إيه.
يعني سوريا بخير وخلصت أساسا خلصت الناس. بيان رقم واحد من حرام بلشت المشاير. بيان رقم واحد للشعب السوري ساير. عايشين مسرحين تحرش بالليل تبقى تخلي مثل لايكين بالمصطح والحمية دايما موعودين بشكل ما فيه للرأي محروحي ما شبعت يصير عطيت وقت مزيد شكل عم بتعصى في حرم وقت التهديد. ماذا سأفعل؟ ما هذه البلوى الذي حصلت؟ بسيطة كتير، حلها كتير بسيط. أين ذهب هذا الشيطان؟ لا ترد عليه، لا ترد عليه أبداً، لا ترد عليه، هذا تفكير شيطاني متخلف. شو هذا الحكي؟ شو أنت عم تقول؟ أنت رح تخليه هيك؟ أنت اللي دقة قديمة، شو عم تحكي أنت؟ أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، مالي مذنون، أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، مالي مذنون لك يا جماعة يا شياطيني، أنا مالي مجنون، أنا مالي.